بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن محاضرة السيتوبلازم. ذا سيتوبلازم، سيتوبلازم أن سيتوبلازميك أورغانيلز. أيضا يحتوي السيتوبلازم على العضيات السيتوبلازمية أو ما يسمى سيليولار أورغانيلز، العضيات الخلوية. إذا نعرف أولا السيتوبلازم ثم نتكلم عن العضيات الخلوية أو السيتوبلازمية. سيتوبلازم is a gel-like structure or watery solution composed of water in organic and organic molecules, minerals, gases and cell organelles. إذن السيتوبلازم هو مادة أو تركيب هلامي يشبه الهلام، أو أيضا watery يعني نوعا ما يميل إلى الشكل المائي، يحتوي أو يتكون من ماء ومواد عضوية ولا عضوية، suspended and dissolved molecules، جزيئات إما تكون معلقة أو تكون ذائبة، وأيضا معادن وغازات وأيضا العضيات الخلوية. Cytoplasm is found between the cell membrane and nuclear envelope. المساحة التي تقع بين غشاء الخلية وغشاء النواة هي مكان السيتوبلازم، هي محتويات السيتوبلازم. سيتوبلازم holds all organelles، ويحتوي هذا السيتوبلازم أو يحمل كل العضيات الخلوية. Everything in the cell except the nucleus is called cytoplasm. Everything in the cytoplasm except the organelles is called cytosol or cytoplasmic matrix. كل شيء في الخلية باستثناء النواة هو سيتوبلازم. كل شيء في السيتوبلازم باستثناء العضيات الخلوية هو السائل الخلوي أو السيتوبلازمي. سيتوسول يعني كأننا نقول سيتوبلازميك سوليوشن اللي هو السائل السيتوبلازم. إذن من هو سيتوبلازم؟ هو عبارة عن أورغانيلز عضيات زائدا سيتوسول، هذا يسمى سيتوبلازم. السيتوبلازم من دون العضيات هو عبارة عن سائل، هو عبارة عن سائل يسمى سيتوسول اللي قلنا السائل الخلوي أو السائل السيتوبلازمي. إذن سيتوسول composed of يتكون من هذا السائل السيتوبلازمي أمينو أسيدز، كربوهيدرات، مينرالز، إنزيمز، مولكيولز، أيونز and water. إذن هذه مكونات السائل السيتوبلازمي. سيتوبلازميك أورغانيلز العضيات الخلوية، ومفردها أورغانيل أو أورغانويد، وأقصد بأورغانيل اللي هو little organ، تصغير كلمة organ، لذلك نقول للخلية عضيات وليس أعضاء لأنها تراكيب مجهرية صغيرة، لذلك يتناسب أن نقول للخلايا عضيات وليس أعضاء. ما هي هذه العضيات الخلوية؟ Organelles are intracellular structures bounded by their own membranes or nut. إذن هي عبارة عن تراكيب داخل خلوية، وهذه التراكيب قد تكون محاطة بأغشيتها الخاصة أو ليس لها أغشية. Carry out specific functions in the cellular metabolism. وهذه العضيات سواء كانت غشائية أو لا غشائية تؤدي وظائف خاصة في الأيض الخلوي. The organelles are found only inside the eukaryotic cells. إذن هذه العضيات هي صفة مميزة للخلايا حقيقية النواة، باستثناء عضية واحدة تتواجد في كلا النوعين من الخلايا بروكاريوتيك سيل ويوكاريوتيك سيل، وهي الريبوسومز. إذن كل العضيات الخلوية محصورة وتوجد فقط داخل الخلايا الحقيقية النواة باستثناء except the ribosomes، فقط الريبوسومات they found in both بروكاريوتيك and eukaryotic cell، توجد في كلا النوعين من الخلايا. There are two types of organelles، نوعين من العضيات الخلوية، membranous and non-membranous organelles، عضيات غشائية محاطة بغشاء مثل الميتوكوندريا، جولجي أبريتوس، rough endoplasmic reticulum، smooth endoplasmic reticulum، lysosomes، peroxisomes، vesicles، vacuoles and endosomes. إذن هذه كلها عبارة عن عضيات غشائية. ريبوسومز، سنتريول سيتوسكيلتون، سيليا، فلاجيلا، كلها تسمى نان ممبرينس أورغانيلز،
عضيات لا غشائية، يعني غير محاطة بأغشية. تعالوا نتكلم عن الريبوسومز أو العضية سيتوبلازمية. They are protein factories، هي عبارة عن مصانع البروتين، اكتشفها العالم جورج إيميل باليد. إذا هذا هو العالم الذي له علاقة باكتشاف الريبوسومز، وهي تراكيب صغيرة حوالي 15 إلى 25 نانومتر. إذا ريبوسومز are small cytoplasmic non-membranous particles or organelles، مرة تسمى جزيئات أو حبيبات، أو تسمى أيضا عضيات لا غشائية، وهي غاية في الدقة صغيرة جدا. The main function of the ribosomes act as site or platform of the protein synthesis، تعمل كمسرح كموقع لتخليق البروتين. Chemically ribosomes composed of protein and ribosomal RNA، إذن هي عبارة عن تراكيب تسمى ribonucleoprotein، تراكيب مكونة من بروتين وribosomal RNA. إذن هذا هو تركيب الريبوسومة، عبارة عن بروتينات زائدا RNA. Each ribosome is composed of two subunits according to the sedimentation value، بالاعتماد على مستوى الترسيب أو معدل الترسيب، هناك وحدتين من الريبوسوم تحت ريبوسومة نسميها sub ribosomal أو subunits، وهي large ribosomal subunit and small ribosomal subunit. إذن الأولى وحدة ترسيبها 60 سفيدبرغ، أما الثانية السمول 40 سفيدبرغ. إذن هذه هي وحدة الترسيب لكل تحت وحدة صغيرة وكبيرة. لذلك نقول الريبوسومات أو الريبوسومة وحدة ترسيبها في اليوكاريوتيك سيل 80 سفيدبرغ، وفي البروكاريوتيك سيل والميتوكوندريا والكلوروبلاست هذه الريبوسومات 70 سفيدبرغ. إذن وحدة الترسيب هي التي تلعب دور في التفريق بين اليوكاريوت والبروكاريوت، الخلية حقيقية النواة والخلية بدائية النواة. ريبوسومال سبيونيتس آر ميد إن ذا نيوكليولس، تخلق هذه الوحدات الريبوسومية الصغيرة والكبيرة داخل النوية، داخل النوية. ذا آر إن إيه إز ترانسكريبت فروم ذا جينز فاوند أونلي إن ذا نيوكليولس، هذا الـ RRNA اللي هو أصلاً هو الريبوسومة، هو المكون الرئيسي للريبوسومات أو تحت الوحدات الريبوسومة، هو عبارة عن جزيئة يتم استنساخها من جينات موجودة فقط في النوية، تركيب صغير داخل النواة. The two subunits pass from the nucleus through the nuclear pores to the cytoplasm، إذا تخرج هذه الوحدات الريبوسومية الصغيرة والكبيرة من الثقوب النووية إلى السيتوبلازم، then attached to each other to form one ribosome during protein synthesis، ثم تلتحم الصغيرة بالكبيرة مع بعضها البعض حتى تشكل ريبوسومة واحدة، وهذا لا يتم إلا خلال فترة تخليق البروتين. بعد انتهاء البروتين تنفصل مرة أخرى الوحدة الكبيرة عن الوحدة الصغيرة وتعود للانفصال في السيتوبلازم. إذا لا تلتحم الوحدات الريبوسومية وتتشكل الريبوسومة الكاملة إلا during protein synthesis. Several ribosomes can translate a single messenger RNA at the same time forming beaded on the string structure which are called polyribosome. إذا قد تلتحم عدة ريبوسومات على شريط messenger واحد، messenger RNA واحد فقط أثناء عملية الترانسليشن، وهذا التركيب يسمى beaded on string اللي هو زي حبيبات العقد، تركيب يشبه حبيبات العقد زي اللؤلؤ، وهذا يسمى polyribosome structure. ما معنى هذا الكلام؟ one messenger RNA holding multiple ribosomes، messenger RNA واحد عليه العديد من حبيبات الريبوسومات في نفس الوقت. a polysome short form of the polyribosome، إذن البوليسوم هو صورة قصيرة مصغرة للبوليريبوسومز. ريبوسومز are deeply stained، دائما تصطبغ بألوان غامقة مع الصبغات القاعدية with basic dyes due to its contents of ribosomal RNA، إذن لأن محتواها
من الحمض النووي الار ار انه عالي، لذلك تصطبغ بالصبغات القاعديه البيزك دايز بغزاره او بكثافه ديبلي ستيند. اذا لماذا تنصبغ بالصبغات القاعديه بشكل اغمق ديبلي ستيند؟ لماذا؟ لان محتواها من الاحماض النوويه اللي الار ار انه عالي. There are two types of ribosomes according to the location and function. إذا نوعين من الريبوسوم بالاعتماد على وظيفته وموقعها. Free ribosomes and bound or attached ribosomes. Free ribosomes are suspended in the cytosol and the bound ribosomes attached to the outside surfaces of the rough endoplasmic reticula. إذا الأولى حرة سابحة معلقة في السيتوبلازم، بينما النوع الثاني bound ribosome فهي ملتصقة على السطوح الخارجية لصهاريج الشبكة الاندوبلازمية الخشنة. هذه من ناحية التواجد والموقع. من ناحية الوظيفة free ribosomes manufacture proteins are function within the cytosol. تخلق بروتين يؤدي عمله داخل سيتوسول أو سيتوبلازم الخلية نفسها، بينما bound or attached ribosomes manufacture secretory proteins secrete outside of the cell or included into the membranes. إذن النوع الثاني الباوند المتصل بالصهاريج الشبكة الاندوبلازمية فهو يخلق بروتين إفرازي. ما معنى هذا النوع؟ هذا النوع من البروتين الإفرازي يعني يتم إخراجه عن طريق الإفراز إلى خارج الخلية secrete outside of the cell during secretion. إذن هو عبارة عن بروتين إفرازي، يعني سيمر بحالة إفراز إلى الخارج، أو أن هذه البروتينات قد تدخل في أغشية الخلية، إما يصدر للخارج export تصدير عن طريق secretion الإفراز، أو أنه يدخل في الأغشية الخلوية. هناك ما يسمى في الخلية الغشاء أو الجهاز الغشائي الداخلي endomembrane system. ما هو هذا الجهاز الغشائي الداخلي؟ لاحظوا كلمة إندو بمعنى within، داخل ممبرين يعني أغشية أو عضيات غشائية. إندو ممبرين سيستم is a group of the membranes or membranous organelles. إذن هو مجموعة من الأغشية أو قل العضيات الغشائية that work together either by directly or by physicals. إما تعمل مباشرة أو تعمل عن طريق الحويصلات. لماذا؟ ماذا تعمل؟ To modify تحوير package تعليب وتغليف and transport ونقل lipids and proteins outside of the cell. إذن هذا الغشاء ما هو إلا مجموعة من الأغشية، أو الجهاز ما هو إلا مجموعة من الأغشية، أو قل ما هو إلا مجموعة من العضيات الغشائية التي تعمل work together مع بعضها البعض، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. غير مباشر عن طريق ماذا؟ عن طريق الحويصلات. هذا العمل اللي تقوم فيه هو عبارة عن تحوير وتعليب وتغليف ونقل الدهون والبروتينات إلى خارج الخلية. ماذا يشمل هذا الجهاز؟ يشمل العضيات الغشائية التالية. إذن the endomembrane system includes يشمل 1 cell membrane غشاء الخلية، nuclear membrane غشاء النواة، endoplasmic reticulum الشبكة الاندوبلازمية الخشنة والملساء، جولجي apparatus جهاز جولجي، physicals حويصلات، vacuoles فجوات، and lysosomes. إذن ملاحظة، هذا الجهاز لا يشمل كل من mitochondria chloroplast peroxisomes. لماذا لا يشمل؟ هنتكلم عنها. لماذا الميتوكوندريا مثلا لم تكن ضمن هذا الغشاء؟ إذن هذا الجهاز ما هو إلا مجموعة من العضيات الغشائية تعمل مع بعضها البعض بشكل مباشر أو عن طريق الحويصلات، وتؤدي الوظائف التالية: تحوير ونقل وتعليب ونقل المواد إلى خارج الخلية اللي هي المواد البروتينية والدهنية. وإز نوت ذا ميتوكوندريوم كلاسيفايد أز بارت أوف ذا إندوميمبرين سيستم. لماذا لم تصنف الميتوكوندريون كجزء وعضو من أعضاء هذا الجهاز؟ لماذا؟ It is not derived from the endoplasmic reticula. ليس لها علاقة ولا تشتق
من الشبكة الأندوبلازمية، هذا واحد من الأسباب. It is not involved in the protein or lipid synthesis، لأن ليس لها علاقة بتخليق وتصنيع البروتين والدهون. وإحنا نقول هذا الجهاز وظيفته هو نقل وتعليب وتغليف وطرح الدهون والبروتينات إلى خارج. إذن الميتوكوندريا ليس لها علاقة بتخليق البروتين ولا الدهون، إذن ليس ضمن هذا الغشاء لهذا السبب. It is not attached to the outer nuclear envelope، لا تلتحم وتلتصق بالغشاء النووي الخارجي مثل الشبكة الإندوبلازمية الخشنة. It produces its protein by ribosomes within its matrix، لها ريبوسومات خاصة بها في الحشوة، حشوة الميتوكوندريا، فتنتج بروتينها مستقلة عن الخلية، لذلك أيضا هذا سبب. أيضا هناك اعتقاد ونظرية تقول أن الميتوكوندريون ما هي إلا بروكاريوت، يعني خلية بدائية اللي هي مايكروب، وغزت الخلية الحقيقية وتكيفت معها وأصبحت عضية. إذن it is believed that the mitochondria are prokaryotes like the microbes، عبارة عن ميكروبات اللي هي بكتيريا، that were brought into a cell، دخلت للخلية through phagocytosis، عن طريق الابتلاع والبلعمة اللي هو الإدخال الخلوي، and the former gradually became an organelle، ثم مع مرور الزمن تكيفت هذه الخلية مع هذا الميكروب اللي هي البكتيريا فأصبحت عضية سميت ميتوكوندريا. هذه واحدة من النظريات، واحدة من النظريات، لذلك أصبحت هذه العضية the organelle is independent special and are not connected to the endomembrane system، لذلك أصبحت الميتوكوندريا عضية مستقلة عن بقية الخلية. لماذا؟ تمتلك DNA، ميتوكوندريال DNA حلقي، وتمتلك ريبوسوما، وهذا يشبه البكتيريا تماما. البكتيريا أيضا تمتلك ما يسمى circular DNA من نفسه الموجود في الميتوكوندريا، وتمتلك ريبوسومات البكتيريا مثلها مثل الميتوكوندريا أيضا تمتلك ريبوسومات، وهذه أيضا واحدة من النظريات. تعالوا نتكلم عن الشبكة الإندوبلازمية، إندوبلازميك ريتيكيولم، وجمعها إندوبلازميك ريتيكيولا، مثل ما أقول بكتيريا بكتيريم. إذا أقول أيضا هنا ريتيكيولا شبكات وريتيكيولم شبكات. إندوبلازميك ريتيكيولم is the largest organelle in the eukaryotic cell، أكبر عضية في الخلية حقيقة، باعتبار أن النواة ليست عضية، ليست عضية سيتوبلازم. لو اعتبرنا النواة أنها عضية فهي الأكبر، لكن نحن نقول النواة أحد المكونات الرئيسة في الخلية، سيل ممبرين نيوكليوس سيتوبلازم، فهي ليست عضية، لكن لو كانت عضية كانت الأكبر. Endoplasmic reticulum consists of interconnected network of the membranes which includes a space which you call cisternae، ومفردها سيسترنا. إذن الصهاريج هي عبارة عن شبكة متداخلة من الأغشية تسمى صهاريج الشبكة الإندوبلازمية. سيسترنا صهريج، لما أضيف للإي سيسترني وهي الجمع. About 50% of the total membrane surface in an animal cell is endoplasmic reticula، تمثل هذه الشبكات ما مقداره 50% من المساحة السطحية لأغشية الخلية الحيوانية. Occurs in both plants and animals، توجد في كل من الخلايا النباتية والحيوانية. It is bounded by a single membrane، يغلف الشبكة الإندوبلازمية طبقة واحدة من الغشاء. ما معنى طبقة واحدة؟ بمعنى phospholipids by layer membrane enclose a space which you call cisterna، إذن طبقة من الphospholipids by layer، هذا اللي هو single membrane unit، وحدة غشاء واحدة عبارة عن طبقتين من الphospholipids. كم نوع من هذه الشبكات؟ There are two types، على أي أساس؟ According to structure and function، أيضا أصنف الشبكات إلى نوعين بالاعتماد على التركيب وعلى وظيفة كل نوع. ما هذين النوعين؟ هما واحد rough endoplasmic reticulum
اندسموث اندوبلازميك ريتيكولوم، راح تسمى جرانيولار حبيبيه و ا اجرانيولار الا حبيبيه. ذا تو تايبس اوف اندوبلازميك ريتيكولا ار سيبريت ستراكشرز انتيتيز، يعني مستقله عن بعضها البعض، واحيانا قد تتصل، احيانا قد تتصل. اذا they are not joined together، ليست متصله مع بعضها البعض، وانما هي وحدات مستقله عن ذاتها، كل واحده مستقله عن الثاني. لكن احيانا توجد اجزاء من السموث داخل الرف لتؤدي وظيفه نقل الحويصلات الافرازيه. تعالوا نتكلم عن اول نوع اللي هي رف اندوبلازميك ريتيكولا، الشبكات الاندوبلازميه الخشنه، احيانا قلنا تسمى جرانيولار ارجاستوبلازم اللي هي العامله، او كروموديال، كروموديال نت اللي هي الشبكه الملونه، كروم بمعنى ملون، كروميديال نت اللي هي الشبكة الخشنة الملونة. It looks rough bumpy because outer cytoplasmic surfaces studded with ribosomes. لماذا هي خشنة؟ لأن السطح الخارجي للصهاريج مطعم، studded مطعم ومطرز بالريبوسومات، لذلك هي bumpy أو ما يسمى رف، خشنة خشنة. حوالي طبعا 13 مليون ريبوسومة على الشبكات الاندوبلازمية الخشنة للخلية الكبدية هيباتوسايت. ريبوسومز attached to outer surfaces of the rough endoplasmic reticule by ribosomal docking proteins. من الذي يلصق حبيبات الريبوسومات على السطح الخارجي للشبكات الاندوبلازمية لصهاريج الشبكات؟ هناك مادة لاصقة تسمى البروتين اللاصق للريبوسومات، ريبوسومال دوكينج بروتينز، البروتين اللاصق للريبوسومات. إذا الريبوسومات تلتصق بصهاريج، بسطوح الصهاريج عن طريق هذه المادة اللاصقة الريبوسومية. Its membranes دائما لها أغشية continuous with the outer nuclear membrane، إذا أغشيتها تصل، تكون باستمرار مفتوحة مع الغلاف النووي الخارجي أو الغشاء النووي الخارجي. Associated with Golgi apparatus، وأيضا لها علاقة بجهاز جولجي، تتصل بجهاز جولجي من الناحية الأخرى. ما هي وظيفة functions of the rough endoplasmic reticula؟ Protein synthesis، أيضا storage transport modification of proteins، أيضا تلعب دور في تخزين ونقل وتحوير وتركيز البروتينات. إذن هذه وظيفة. النوع الثاني يسمى smooth endoplasmic reticula، الشبكات الاندوبلازمية الملساء. لماذا تبدو ملساء ناعمة؟ It looks smooth because it lacks، لأن لا تمتلك the ribosomes. إذن devoid not studded with ribosomes، لا تطرز، لا تلتصق بها الريبوسومات. May it continuous with ribosome rough endoplasmic reticula or distributed throughout the cytoplasm. إما قد تكون قريبة من الشبكات الاندوبلازمية أو أنها مبعثرة وموزعة خلال السيتوبلازم. هناك تركيب أو أجزاء صغيرة من هذه السموث قلنا تكون داخل الشبكة الاندوبلازمية الخشنة. Small tiny smooth endoplasmic reticulum batches، قطع صغيرة، within the rough endoplasmic reticula called transitional endoplasmic reticula، الشبكات الانتقالية. لماذا؟ قلنا لأنها تعمل كمناطق لخروج وتبرعم الحويصلات من الشبكة الاندوبلازمية الخشنة إلى جولجي. إذن these batches، هذه التراكيب الصغيرة، which serve as exit sites for the physicals budding off from the rough endoplasmic to the Golgi apparatus. إذا هي تعمل كبوابات لخروج الحويصلات التي تتبرع من الشبكة الاندوبلازمية الخشنة وتذهب إلى Golgi apparatus. ما هي وظيفة functions of the smooth endoplasmic reticulum؟ واحد، rich in enzymes which play a role in the metabolic processes، لها إنزيمات عديدة تؤدي وظائف أيضية. Lipid synthesis، تخليق الدهون. Steroid hormones اللي هي 6 hormones، تخليق
أيضا الهرمونات الاستيرويدية الجنسية، لذلك هذه الشبكات تكون غنية في بعض الخلايا الجنسية مثل التي تقوم بإفراز الهرمونات الجنسية مثل خلايا الخصاء تيستس، خلايا الأوفاريز المبايض، وكذلك خلايا سيلز of the cortex of the adrenal gland اللي هي قشرة الغدة الكظرية التي تفرز أيضا الهرمونات الجنسية. إذن من ضمن وظائفها تخليق الدهون، وهي الوظيفة الأهم اللي هو تخليق الفوسفوليبيدز في غشاء الخلية، synthesis of the phospholipids for all cell membranes، لكل أغشية الخلية. إذن كل غشاء خلوي وأيضا أغشية العضيات الغشائية هي عبارة عن وحدة غشائية membrane unit. ما معنى اللي هي phospholipids by layer؟ معنى الذي يخلق هذه الأغشية اللي هي smooth endoplasmic reticulum. It helps in drugs detoxification، أيضا لها دور في إزالة السمية، سمية العقاقير والأدوية، لذلك هي extensive in the liver cell، لذلك هي غزيرة التواجد في العضو المكلف بإزالة السمية وهو الكبد. It helps in glycogen metabolism in the liver، أيضا لها دور في الجلايكوجين ميتابوليزم. Smooth endoplasmic reticulum is a storage tank for the calcium in the skeletal and cardiac muscles and release calcium during muscle contraction. إذا وظيفتها تلعب دور في تقلص وانبساط العضلات. لماذا؟ لأن هذه الشبكات الاندوبلازمية في العضلات المخططة situated muscles اللي هي many situated muscles skeletal and cardiac muscles القلبية والهيكلية، هذه الشبكات الملساة تكون مخزن تانك، مخزن للكالسيوم. ما معنى مخزن الكالسيوم؟ هذه الشبكات تسمى ساركوبلازميك ريتيكولا. ساركوبلازميك يعني نسميها الشبكات الاندوبلازمية الملساء العضلية، ساركوبلازميك يعني بمعنى أن في العضلة، فهي مخزن للكالسيوم. بلي أرول إن فورميشن أوف ذا هيدروكلوريك أسيد إن ذا ستومك. إذن خلايا البارايتال سيلز الخلايا الجدارية في الجاستريك جلاند، واحدة من الخلايا في الغدد المعدية تسمى بارايتال، أو حين يسمى أوكزينتيك سيلز الخلايا الحامضية والحمضية، تفرز حامض الـ HCL. لماذا؟ لأن هذه الخلايا غزيرة وغنية بالشبكات الإندوبلازمية الملساء. أيضا formation of the platelets of the blood in the bone marrow، إذا أيضا في نخاع العظم الأحمر تلعب دور في تكوين البليتليتس اللي هي thrombocytes من الخلايا اللي نسميها ميجاكاريوسايتس الخلايا الكبيرة النواة. إذا أيضا تختلف في شكل الصهاريج. The cisterni of the rough endoplasmic reticula appears as flat membranes، تبدو كأنها مسطحة. We raise the cisterni of the smooth endoplasmic reticula، they are tubular. إذا تكون أنبوبية في السموث وتكون flat membranes اللي أغشية مسطحة في الرف. إذا تكون مسطحة في الرف endoplasmic reticula الصهاريج، بينما تكون الصهاريج في السموث على شكل أنابيب أو أنيبيبات tubular. tubular اللي هي أنيبيبية الشكل تشبه الأنابيب. إذا هذه flat membranes وهذه التيبيولار. إذن أيضا شكل الصهاريج يختلف. عضية أخرى تسمى جولجي أبريتاس، وحين تسمى جولجي كومبليكس، وحين تسمى جولجي باديز، جولجي سوم، جولجي ممبرين، ديكتيوسومز in the plant cell في الخلية النباتية، ديكتيوسوم، لايبو كونديريا، دالتون كومبليكس، بيكرز باديز، كاربوهيدريت فاكتوريز، ترافيكس بوليس of the cell اللي هي شرط المرور، باكجينج يونت of the cell وحدة التغليف والتعليب كمصنع في الخلية. إذا هناك أسماء عديدة لجهاز جولجي أو معقد جولجي. Discovered by Camillo Golgi Italian scientist، العالم الإيطالي اللي كاميلو جولجي هو الذي اكتشف هذا الجهاز أو هذه العضية وبالتالي سمي باسمه. جولجي أبريتاس is saucer shaped structure، أيضا هو تركيب يشبه شكل اللي هو صحون القهوة المتراكبة. It's found between rough endoplasmic reticulum and plasma membranes
nearest to the nucleus قريب على النواة بين يقع لاحظوا قريب على هذا هو كلها عبارة عن تجمعات لجولجي أبريتس في الخلية العصبية وهذه هي صبغة سيلفرستين سيلفرستين نلاحظ أنه تجمعات لجهاز جولجي حول النواة بين غشاء الخلية وبين الشبكة الإندوبلازمية عرفنا أن الشبكة الإندوبلازمية الخشنة هي أصلا ملتصقة بالغشاء النووي الخارجي فإحنا نقول يقع قريب على النواة بين الشبكة الإندوبلازمية اللي هي أصلا ملتصقة بالنواة وبين غشاء الخلية وبين غشاء لأنه هو الوسيط في نقل الحويصلات الإفرازية من الشبكة الإندوبلازمية إلى غشاء الخلية عن طريق الإكسوسيتوسيس Golgi apparatus forms about 2% of the total cell volume. يشغل هذا الحجم في الخلية. ما هو تركيب structure of the Golgi apparatus? ما هو تركيب جهاز Golgi? Golgi apparatus consists of series of flattened, slightly curved saccules or cisternae, which are called Golgi stack. إذن هو عبارة عن حزمة. حزمة سلسلة من الحزم التي تكون نوعا ما مقعرة slightly curved saccules تصغير sacs لأكياس نقول saccules كويسات أو قل cisternae صهاريج إذن هي عبارة عن صهاريج نوعا ما مقعرة فيها تقعر slightly curved هذه السلسلة من هذه الأغشية المقعرة غشاء 2 3 4 5 تسمى stack Golgi stack اللي هي تكدس أو حزمة Golgi Golgi apparatus consists of many independent Golgi stacks. إذا جهاز لما أقول جهاز Golgi ما هو إلا العديد من Golgi stack, Golgi stack, Golgi كلها داخل الخلية تسمى Golgi apparatus. Each Golgi stack has three levels or regions. هو عبارة عن ثلاث مستويات أو مناطق من الصهاريج. أولا cis face cis region medial region and trans region or trans face إذن أول منطقة هي منطقة الاستلام receiving face وتسمى الغير ناضية immature convex entry side that faces the cisternae of the rough endoplasmic reticule لماذا سميت cis اختصارا للcisternae of the rough endoplasmic reticule إذن هذه الجهة هي التي تواجه faces تواجه the cisternae of the rough endoplasmic reticule لذلك اختصارا سميت cis face اللي المواجهة للcisternae of the rough endoplasmic reticule وهي منطقة الاستلام الدخول المنطقة الغير ناضية تدخل المواد وهي عارية من دون غلاف غير ناضية ونسميها convex اللي المحدبة المنطقة المحدبة من Golgi stack وهي منطقة الدخول entry side إذن منطقة الاستلام منطقة الدخول المنطقة الغير ناضية أو نقول المنطقة المحدبة التي تواجه صهاريج الرف اندوبلازي ميديال هي المنطقة الوسطية ميديال جولجي كومبارتمنت بتوين سيس and ترانس فيس وهي منطقة التحوير موديفيكيشن سنتر إذن تسمى منطقة تحوير المواد حيث تضاف بعض المواد عليها ترانس اختصار ترانسبورت فيس ترانسبورتينج فيس منطقة النقل وتسمى ماتشور كونكيف اكزيت سايد ذات لوكيتد اوي فروم ذا سيسترني اوف ذا رف اندوبلازميك ريتيكول المنطقة البعيدة عن صهاريج الشبكة الاندوبلازمية لذلك هي المنطقة ماذا فيها اللي فيها تحدب اللي فيها عفوا تقعر اللي فيها تقعر كونكيف كيف يعني زي الكهف فتحة إلى الداخل إذن هذا عبارة عن انبعاج نسميها كونكيف أو يسموها منطقة الخروج exit side أو المنطقة الناضية الناضية إذن رف اندوبلازميك ريتيكولا ريليز يعني تحرر تطلق the next products مواد عارية غير مغلفة to the cis phase إذن تستلم هذه المنطقة من جهاز جولجي ستاك modified in the medial ثم هذه المواد تحور في الوسط and finally the trans phase والطرف الأخير اللي هو transporting phase releases the transported vesicles outside of the Golgi body إذن
تدخل المواد من السيس، يتم تحويرها في الميديال، ثم تغلف عن طريق جهاز جولجي وتطلق على شكل حويصلات انتقالية ترانسبورت فيزيكلز من طرف نسميه ماذا؟ اللي نسميه ترانسفيز. لو سألنا ما هو مسار المواد الإفرازية، من أين تصنع، أين تغلف، أين تذهب، مع من تلتحم حتى تخرج إلى خارج الخلية، نقول pathway of the movement of the secretion مثلا of the protein in the pancreatic cell. لو تتبعنا اللي هو إفراز الإنسولين أو أي بروتين في الخلية البنكرياسية، تصنع هذه المواد إذا كانت بروتينية في الشبكة الإندوبلازمية الخشنة إندوبلازميك ريتيكولوم، وإذا كانت دهنية في السموث إندوبلازميك ريتيكولوم، ثم تذهب إلى جولجي أبريتس اللي قلنا من السيس تدخل، ثم الميديال، ثم ترانس، فتخرج على شكل فيزيكيلز حويصلات إخراجية أو انتقالية، ثم تلتحم هذه الحويصلات فيوز ويذ بلازما ممبرين، ثم تخرج المواد من داخل الحويصلة على شكل مادة إفرازية عن طريق الإكسوسايتوسيس. إذن هذا نسميه pathway of the secretion. pathway of the secretion مسار أي عملية إفراز. إذن هذه الثلاث المناطق. sections stained with hematoxylin and eosin، أي مقطع نصبغ فيه أي خلية بالهيماتوكسين أند يوسين يبدو جولجي كمنطقة فارغة وتسمى نيجاتيف جولجي إيميج. إذن the Golgi apparatus appears as pale area. لو صبغنا هذه الخلية بالهيماتوكسين يوسين، مناطق تواجد جولجي apparatus تكون منطقة فارغة فاتحة pale. لاحظوا هنا pale area which you call تسمى نيجاتيف جولجي إيميج، منطقة أو صورة جولجي السلبية أو السالبة، because it lacks ribosomes. هذه المنطقة خالية من الريبوسومات، فقط جولجي، فهي لا تنصبغ بالصبغات القاعدية. جولجي apparatus can be demonstrated، يمكن أن نوضح مناطق تواجد جولجي demonstrated as positive جولجي image by silver stain، زي هذا اللي قبل شوي قلنا في الخلية العصبية، عن طريق الصبغة الفضية، or by bass per iodic acid chief stain، أو عن طريق صبغة أخرى نسميها pass stain. إذن بالهيماكسين أيوسين لا يظهر الجولجي ويترك منطقة فارغة تسمى negative جولجي image. لو أردنا توضيح جولجي نستخدم الصبغات خاصة تسمى special stain اللي هي silver stain و PAS اللي نسميها pass اللي نسميها بير أيوديك أسيد تشيف اللي هو حمض البير أيوديك وعامل تشيف. ما هي وظيفة جولجي؟ functions of the Golgi apparatus: manufacturing تصنيع، warehousing تغليف، sorting packaging shipping the cell products outside of the cell by secretion. إذن نقل وتعليب وتغليف إلى خارج الخلية الإفرازية. إذن نقل المواد بروتين ليبيدز كربوهيدراتس outside of the cell by secretion. إذن تصنيع وتغليف وتجهيز ونقل المواد إلى خارج الخلية. إذن shipping proteins and lipids from the endoplasmic reticula to the plasma membrane. نقل هذه المواد من الشبكات الإندوبلازمية إلى غشاء الخلية ثم عملية الإكسوسايتوسيس. الوظيفة الثانية formation of the cell membranes أغشية خلية physicals and lysosome. إذا من الذي يصنع الأغشية؟ جولجي. من الذي يصنع الحويصلات؟ جولجي. من الذي يصنع الليسوسومات اللي هي أي أصلا حويصلات مملوءة بالإنزيمة؟ جولجي. أيضا وظيفة ثالثة chemical modification and sorting proteins which produces by rough endoplasmic reticulum. أيضا تعديل وتحوير و تخزين ونقل البروتينات. synthesis of the carbohydrates أيضا هو الذي يصنع الكربوهيدرات. إذا من الذي يصنع البروتين؟ rough endoplasmic reticulum. من الذي يصنع الليبيدز؟ smooth endoplasmic reticulum. من الذي يصنع الكربوهيدرات؟ Golgi apparatus. أيضا وظيفة أخرى concentration and packaging secretory products
إذن أيضا تكثيف وتركيز وتعليب هذه المواد الإفرازية. Recycling of the membrane proteins، إعادة تدوير بروتينات الغشاء. Peripheral and integral proteins. Formation of the cell plate in the plant cell during cytokinesis، خلال الانشطار السيتوبلازمي لانقسام الخلية النباتية. هذا الجولجي أبريتاس يصنع حويصلات فيزيكيلز، يصنع حويصلات فيزيكيلز تصطف في وسط الخلية النباتية حتى تكون ما يسمى سيل بليت، الصفيحة الخلوية التي تتطور فيما بعد إلى ما يسمى نيو سيل وول، جدار خلوي جديد يفصل الخلية الأم النباتية إلى خليتين. Golgi apparatus is extensive in the cells specialized for the secretion. دائما الخلايا الإفرازية مثل الغدد والبنكرياس وغيرها والغدد اللعابية وكل الغدد الموجودة، تكون هذه الخلايا الغدية المتخصصة بالإفراز غنية extensive، غنية بجهاز جولجي. لماذا؟ لأنه قلنا وظيفته أن يلعب دور في الإفراز والتغليف. The mitochondria، وهي عضيات مشهورة الميتوكوندريا. Mitochondrion is a double membrane cell organelle، عضية خلوية ثنائية الغشاء، لها غشاء داخلي وغشاء خارجي. Inner mitochondrial membrane and outer mitochondrial membrane known as the powerhouses of the cell، تسمى بيوت الطاقة للخلية. Present in all eukaryotic cells، توجد في كل الخلايا الحقيقية سواء النباتية أو الحيوانية. It was first discovered by Albert von Kalka، إذن هذا أول من اكتشفها ألبرت فون كلكا. It was named، سميت بايوبلاست by Richard Altman، وسماها اللي هو بايوبلاست اللي هو ريتشارد ألتمان. The term mitochondria، لكن مصطلح الميتوكوندريا was coined by كاربيندا هو من سماها ميتوكوندريا. إذن مرت بفترات اكتشاف. كوليكار هو اللي اكتشفها وسماها، اللي بعده سماها بايوبلاست اللي هو ريتشارد ألتمان، ثم كاربيندا هو الذي أطلق عليها ميتوكوندريا. تعالوا لتركيب الميتوكوندريا. ميتوس كلمة طبعا ميتوكوندريا لاتينية إغريقية. ميتوس بمعنى خيوط threads. كوندروس أو بمعنى كوندريو بمعنى جرانيولز اللي هي الحبيبات أو السبحية، هاي يسمونها الحبيبات السبحية أو الخيطية. ميتوكوندريا generate energy، تولد الطاقة as ATP molecules from breakdown of the glucose during cellular respiration. So thus termed powerhouses of the cell. لماذا سميت بيوت الطاقة؟ لأن generate energy، لأن تولد الطاقة as ATP molecules في الخلية عن طريق التنفس الخلوي cellular respiration، لذلك سميت بيوت الطاقة. They are، توجد بشكل أي أشكال، rounded oval rod shaped membranous organelles، قد تكون عضيات دائرية rounded بيضوية، قد تكون عصوية متطاولة. They are cell replicating organelles by binary fission، تستطيع التضاعف والانقسام ذاتيا عن طريق الانشطار الثنائي. لماذا؟ Because they are containing own circular mitochondrial DNA and their ribosomes، لأن تحتوي DNA الخاص بها وأيضا تحتوي الريبوسومات، فبالتالي لها ما يسمى اللي هو self replication اللي هو التضاعف الذاتي، فهي من العضيات اللي هي ذاتية التضاعف. Mitochondrial DNA contains the genetic codes for the synthesis of the some their own proteins، وهذا DNA الموجود في الميتوكوندريا هو يحمل جينات خاصة بتخليق البروتين الخاصة بالميتوكوندريا تخلق على الريبوسومات الموجودة في الميتوكوندريا. They are found where metabolic activity high، وهذه الميتوكوندريا هي عضيات توجد في الخلايا ذات الأيض العالي أو النشيطة أيضيا، مثل الكارديك ماسل سيلز الخلايا العضلية القلبية.
They utilize enzymes, تستخدم إنزيمات خاصة to generate ATP by cellular respiration خلال عملية التنفس الخلوي. لاحظوا break down each glucose molecule producing about 36 to 38 ATP molecules. ما مقداره؟ 36 إلى 38 جزيئة ATP يتم إطلاقها من استخدام جزيئة جلوكوز واحدة في الميتوكوندريا. ما هو تركيب الميتوكوندريون؟ Each ميتوكوندريون possesses double membrane. كل ميتوكوندريون لها غشائين. Outer smooth mitochondrial membrane and inner irregular folded membrane which are called كريستي. هذه الطيات في الغشاء الداخلي كل واحد منها يسمى كريستا 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 اللي هي تشبه الأعراف فسميت أعراف. إذن outer smooth membrane contains transport proteins which are called aquaporins تحتوي على اللي قنوات النقل التي تسمى قنوات بروتينية ناقلة aquaporins اللي هي المائية. لكن الغشاء الداخلي يكون غير منتظم له طيات وهذه الطيات تسمى كريستا أو كريستي جمعها اللي هي كريستي. لماذا هذه الأعراف في الغشاء الداخلي؟ لماذا هو بهذا الشكل؟ لزيادة المساحة السطحية لإنتاج الطاقة. إذا كريستي greatly increase the surface area of the inner membrane وبالتالي زيادة المساحة السطحية لإنتاج الطاقة. لأنه أين يتم إنتاج الطاقة؟ على جزيئات تسمى elementary particles التي تغطي الأعراف. إذن الأعراف مغطى بهذه الحبيبات أو هذه الجزيئات الأولية الأساسية وبالتالي كلما زادت كلما زادت المساحة السطحية. The inner membrane has stacked particles يمتلك اللي حبيبات وجزيئات ذو عصي stacked لها عصية بهذا الشكل ونهاية منتفخة تسمى elementary particles. The inner membrane rich with phospholipids called cardiolipin تمتلك أو يمتلك الغشاء الداخلي أيضا نوع من أنواع الدهون الفوسفاتية تسمى cardiolipin. cardio بمعنى القلب, lipin يعني lipids وهي نوع من الدهون المحورة اكتشفت لأول مرة في الحيوان في قلب الحيوانات فسميت cardiolipin سميت بهذا الاسم نسبة لاكتشافه لأول مرة في قلب الحيوانات. The space in between membranes is called intermembrane space. الغشاء بين الغشاء الفراغ بين الغشاء الداخلي والخارجي يسمى الفراغ بين الغشائين الغشاء الخارجي والداخلي intermembrane space ومقداره من 10 إلى 20 نانومتر. The small space within the each crista is called intracrystal space. في كل عرف هناك فراغ صغير جدا يسمى الفراغ داخل العرفي. The large space الفراغ الكبير inside the matrix is called matrix space or intercrystal space. inter يعني بين الأعراف أو يسمى الحشوة فراغ الحشوة. إذن هذا هو تركيب الميتوكوندريا لها ما يسمى outer smooth membrane وinner inner irregular folded membrane اللي فيها الأعراف اللي نسميناها كريستي الأعراف. الغشاء الداخلي له طيات تسمى أعراف. بين الغشاء الداخلي والخارجي قلنا هناك ما يسمى inter membrane space. inter يعني بين الغشائين وداخل العرف أيضا ما يسمى intracrystal space وبين الأعراف يسمى intercrystal space أو ما يسمى ماتريكس سبيس. وهذه الماتريكس تحتوي على الريبوسومز تحتوي على الإنزيمز تحتوي على الميتوكوندريال دي ان اي. لكن قلنا عليها أهم شيء اللي هي elementary particle الجزيء أو الحبيبات أو نسميها stacked stacked particle تتكون من رأس head وstack اللي هي العصا العنق وbase اللي هي القاعدة. إذن هذه هي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحبيبات الموجودة على نسميها حبيبات أولية. العضية الأخرى the lysosomes الليسوسومات الأجسام الحالة أحيانا يسموها digestive bodies الأجسام الهاضمة suicide bags اللي هي حقائب الانتحار أو الانتحارية trash collector of the cell اللي هي
عمليات التنظيف في الخلية آلات وأدوات التنظيف في الخلية. Lysosomes قلنا هي digestive bodies or suicide bags اكتشفها كريستيان ديديوف. إذن هذا هو مكتشف هذه الأجسام الصغيرة. They are small spherical vesicles هي عبارة عن حويصلات دائرية bounded by a single membrane اللي هو طبقة واحدة من الأغشية بمعنى اللي هو phospholipids by layer phospholipids by layer. طيب single membrane single lipids by layer طبقة واحدة اللي هي ثنائية الفوسفوليبيدز. originate from the Golgi apparatus تشتق دائما قلنا الأب الروحي لها هي تنشأ من Golgi apparatus. they are contain more than 40 hydrolytic enzymes إذا مليئة بأكثر من 40 نوع من الإنزيمات المحللة تحلل ماي acid hydrolysis زي ماذا lipases proteases carbohydrases esterases nucleases إذا كلها عبارة عن إنزيمات وهذه تصنع دائما لأن بروتينات في الرف إندوبلازميك ريتيكولا. Work best at acidic pH دائما ما تشتغل في بيئة حامضية في وسط حامضي في السيتوبلازم وهذا الوسط أثناء حياة أثناء حياة الخلية يكون الكلاين. إذا ماتت الخلية يتحول إلى وسط حامضي السيتوبلازم فتبدأ تلتهم الخلية وتحلل الخلية. لذلك قد نسأل لماذا اللايسوسومز لا يحلل الخلية نفسها أثناء حياتها لأن الوسط اللي هو الوسط السيتوبلازم يكون الكلاين ومتى يتحول إلى أسيديك مناسب وملائم لللايسوسوم إذا ماتت الخلية فيصبح عند 4 إلى 5 5 ونص فهي أسيديك بي اتش فيكون ملائم لهضم الخلية. increase in the cells with high phagocytic activity هذه اللايسوسومات تزداد في الخلايا ذات الصفة والوظيفة المناعية التي لها دور في التهام الجراثيم مثل ماذا macrophages neutrophils osteoclasts الخلايا الهادمة للعظام فهي تأكل العظم الخلايا المتعادلة في الدم والخلايا البلعمية macrophages اللي تكون مونوسايت ثم تتحول إلى ماكروفيج. If it is not involved in the digestion, it's called primary lysosomes. إذا لم يشترك في عملية الهضم يسمى primary. أما إذا دخل في عملية هضم وهضم مادة ما فيسمى secondary. If it is involved in the digestion, it's called the secondary lysosome or phagosomes. إذا قد يسمى برايمري أو يسمى سكندري إذا اشترك بعملية الهضم سمي برايمري ليسوسوم أما إذا لم يشترك بعملية الهضم بعد عفوا إذا اشترك بعملية الهضم يسمى سكندري أما إذا لم يشترك لسه للتو خرج من جولجي أبريتوس ولم يقوم بوظيفة ما فيسمى برايمري. إذا لاحظوا هذا ليسوسوم التهم ميتوكندريا فأسميه سكندري ليسوسوم سكندري ليسوسوم. إذن هذا هو اللايسوسومات. إذن لاحظوا هنا light micrograph of the lysosomes in the kidney هذه التراكيب السوداء داخل الخلية خلية الكلى وهذه صورة بالمجهر الإلكتروني electron micrograph of the lysosome عبارة عن حويصلة مملوءة بالإنزيمات. Lysosomes help in the digestion of إذن ما هي وظيفة جهاز lysosomes ما هي وظيفة lysosomes هي وظيفة الهضم هضم ماذا واحد macromolecules هضم الجزيئات الكبيرة اللي هي lipids proteins carbohydrates إلى آخره cellular debris بقايا الخلايا أو الحطام الخلوي بعد الموت الخلوي من الذي ينظف هذه البقايا الخلوية والحطام الخلوي لايسوسوم انسنسنت اور اولد اور يوزليس اورجانيلز وايضا هضم العضيات التي صارت اولد قديمه او فتره الشيخوخه سنسنت هرمه او انها غير مستخدمه ستش از ميتوكوندريا
رف اندوبلازميك ريتيكول وهكذا باي اوتوفاجي عن طريق ما يسمى البلعمة الداخلية، وهذه تحدث for recycling of the cellular components، يعني تهضم الميتوكوندريا والرف اندوبلازميك ليعاد تدوير مرة أخرى وصناعة ميتوكوندريا جديدة وأيضا شبكة اندوبلازمية جديدة. أيضا digestion of the particles come from outside of the cell by heterophagy، إذا تهضم المواد الداخلية مثل العضيات ويسمى البلعمة الذاتية الداخلية، وتهضم مواد غذائية food phagocytosed microorganism أو بكتيريا وكائنات من الخارج أو مواد غذائية من الخارج، فيسمى تسمى هذه العملية هيتروفاجي اللي هو البلعمة المتغايرة المتباينة اللي من الخارج. أيضا extracellular materials ingested via endocytosis or phagocytosis، إذا أي مادة تدخل من خارج الخلية إلى الداخل تبتلع، يتم التعامل معها مع اللايسوسومز عن طريق هذه العملية الهيتروفاجي. Indigestible substances are retained inside the cell as residual bodies. يسمى residual bodies للأجسام المتبقية. Residual اللي هي المادة المتبقية والأجسام المتبقية. أو حين تسمى residual. Residual bodies أو residual bodies. إذن المواد الغير مهضومة indigestible substances retained تبقى inside the cells as residual bodies أو نسميها residual bodies الأجسام المتبقية. المادة التي لا يهضمها اللايسوسومز تبقى كما هي تسمى أجسام متبقية residual bodies. In some cells في بعض الخلايا the residual bodies fuse to form large aggregates، تتجمع هذه المواد أو الأجسام المتبقية على شكل تجمع كبير in form وتشكل lipofusing pigment in the nerve cell or cardiac cell. إذا في الخلايا العصبية قد تتراكم هذه المواد، المواد المتبقية residual bodies أو residual bodies على شكل يسمى large aggregates تسمى صبغات lipofusing، صبغات بقع داكنة برتقالية. إذا قد يكون أوتوفاجي عن طريق هضم المواد الداخلية أو هيتروفاجي هضم المواد الخارجية. Why don't lysosomes digest themselves؟ سئلنا السؤال هذا قبل شوي، لماذا لا يهضم الخلية ولا يهضم نفسه؟ Because the lysosomes have modified sugar molecules، لأنه مبطن غشاء اللايسوسوم من الداخل بطبقة من السكريات المتحورة، سكريات غريبة attached to its inner cellular surfaces that protect lysosomes. إذن أولا السبب أنه مبطن اللايسوسوم الغشاء الداخلي اللايسوسوم بنوع من السكريات. السبب الثاني also because the normal cytosol pH is around 7.2 alkaline. إذن لأنه أثناء حياة الخلية السيتوسول pH تبعه يكون ماذا؟ يكون الكلاين، وبالتالي هذا اللايسوسوم وهذه إنزيمات اللايسوسوم لا تشتغل إلا في بيئة حامضية. فإذا عرفنا أن في حياة الخلية البيئة قلوية قاعدية وبالتالي لا يستطيع. So the enzymes don't function very well in the cytosol. بما أن البيئة قلوية قاعدية لا تستطيع إنزيمات اللايسوسوم العمل في هذه البيئة القلوية. نوع آخر من العضيات بيركسوسومز أو ما يسمى مايكروباديز اللي الأجسام الصغيرة، وهذا أيضا كريستيان ديديوف اللي هو مكتشفها. مايكروباديز تسمى بهذا الاسم اللي هي الأجسام الدقيقة because of their small size حوالي 0.5 to 1.5 ميكرومتر. بيركسوسومز were discovered in 1950 for using electron microscopy in mouse kidney by Christian Didiouf. إذن اكتشفت عن طريق هذا العالم في عام 1954 عن طريق كريستيان ديديوف. إذن هذه هي بالنسبة للاكتشاف. They derived their name سميت بهذا الاسم اشتق اسمها
from بيروكسايد اللي هو H2O2 اللي هو فوق أكسيد الهيدروجين، هيدروجين بيروكسايد، هيدروجين بيروكسايد اللي هو رمزه H2O2، فأخذت اسمها من البيروكسايد فسميت بيروكسوسوم. بيروكسوسوم إذن بيروكس من بيروكسايد، سوم بمعنى بادي اللي هو جسم البيروكسوم، الأجسام البيروكسومية. They are small spherical membranous organelles أيضا تشبه الليسوسومز، هي عبارة عن عضيات غشائية دائرية. spherical membranous organelles slightly larger than lysosomes أكبر قليلا من الليسوسومز. bounded by single membranes أيضا لها غشاء واحد. بيروكسوسوم contains more than 40 oxidative enzymes إذا أيضا مملوء بالإنزيمات المؤكسدة oxidative enzymes، بينما الليسوسومز فيها hydrolytic enzymes. إذا الأولى فيها 40 وأكثر من 40 إنزيم محلل مائي، بينما البيروكسوسومز أيضا أكثر من 40 إنزيم، لكن ماذا؟ أكسيديتيف مؤكسدة زي الكاتاليز، دي أمينو أسيد أكسيديز ويوريت أكسيديز إلى آخر، هذه كلها إنزيمات مؤكسدة أكسيديتيف إنزيمز في البيروكسوسوم. ما هي وظائف البيروكسوسوم؟ production of the hydrogen peroxide H2O2 that kills the microorganisms by catabolism، إذن تعقم الخلية وتقتل الميكروبات والجراثيم عن طريق إنتاجها لهذه المادة المعقمة H2O2، لكن لا تزيد عن الحد، لو زادت عن الحد تصبح سامة، وبالتالي يحولها الكاتاليز إنزيم convert excessive المادة الزائدة من H2O2 اللي هي الهارمفول يعني مادة خطيرة كفري راديكال شوارد، يحولها إلى H2O2 اللي هو الماء والأكسجين. إذن لو زادت هذه المادة تحولها. إذن أول وظيفة production of the hydrogen peroxide that kills the microorganisms by catabolism fatty acids to acetyl CoA and H2O2. إذن بتحطيم الفاتي أسيد يتحول إلى acetyl CoA وتطلق منه هذه المادة H2O2 اللي قلنا تعقم وتقتل الميكروبات في الخلية. أيضا neutralization of the free radicals قلنا سكافنجن اللي هو سكافنجر نسميها اللي يطرد أو يزيل الفري راديكالز الزائدة عن الخلية ويخلص الخلية من الفري راديكالز، سكافنج أو سكافنجر اللي هو عملية التخليص من الشوارد الحرة. قلنا ذكرناها الكاتاليز يحول الزائد excessive H2O2 إلى H2O and oxygen O2، إذن يحولها ويخلص الخلية من شر هذه الشوارد والجذور الحرة. detoxification of the various harmful compounds يخلص أيضا الخلية من الضرر وسم الكهول اللي هو المسكر، لذلك توجد هذه العضيات بغزارة في الكبد. break down fatty acids as fuel for mitochondria to production of the energy أيضا يحطم الفاتي أسيدز ويقدمها كفيول كوقود الميتوكوندريا. synthesis of the cholesterol and bile acids أيضا يصنع أحماض الصفراء وأيضا الكوليسترول. catabolism of the purines استراديول الأستروجين fatty acids and amino acids يلعب دور أيضا في الأيض، أيضا purines وأيضا استراديول والفاتي أسيد والأمينو. deficiency of the peroxisomal enzymes أي نقص في إنزيمات هذا العضية عضية البيروكسوسومة caused تسبب متلازمة تسمى زيلويجار سيندرام، إذن يسبب متلازمة زيلويجار وهي عبارة عن severe fetal multi organ impairment خلل في معظم أعضاء الأجنة أو المواليد أو الأجنة الصغار، إذن هذا خلل بسبب نقص إنزيمات هذه العضية الصغيرة جدا قد تؤدي إلى متلازمة تضر بمعظم الأعضاء المراحل الجنينية. ما الفرق بين الليسوسومز والبيروكسوسومز؟ both membrane bound sacs contain enzymes كلاهما عبارة عن أكياس sacs
تحتوي أو مغلفة بكيس تحتوي على إنزيمات. Lysosomes بالنسبة للليسوسومات contain hydrolytic enzyme تحتوي على إنزيمات محللة مائيا. Peroxisomes contain oxidative enzymes إنزيمات مؤكسدة. Peroxisomes slightly larger than lysosomes أكبر نوع يعني نوعا ما من الليسوسومات. Lysosomes peroxisomes present in animal cells only موجودة في الحيوانية. Lysosomes are generally formed from Golgi complex. الليسوسومات originate تنشأ وتتكون من جهاز جولجي معقد جولجي. While the peroxisomes form تتشكل أو يشكلها ماذا؟ By budding from the endoplasmic reticula or by binary fission اللي هو self replication. إذا إما تتضاعف ذاتيا peroxisomes عن طريق الانشطار الثنائي binary fission أو أنها تتبرعم budding from the endoplasmic reticula. بينما الليسوسومز عرفنا أنها عبارة عن أكياس وحويصلات تنشأ من جولجي. واضح؟ إذن هذه هي Unlike the self-replicating mitochondria, peroxisomes don't have their own DNA molecules. من المعروف أن الميتوكوندريا تستطيع التضاعف عن طريق الانشطار الثنائي binary fission بما أنها تمتلك ماذا؟ تمتلك DNA وريبوسوم. لكن الغريب أن البيركسوسومز تقوم بعملية الانشطار الثنائي مثل الميتوكوندريا على الرغم أنها don't have their own DNA molecule، وهذا غير معروف إلى الآن. لماذا تستطيع البيركسوسومز الانشطار الثنائي مع أنها لا تحتوي على DNA مثل الميتوكوندريا والكلوروبلاست، كلاهما يحتوي على DNA، لذلك يستطيع ما يسمى self replication اللي هو binary fission الانشطار الثنائي والتضاعف الذاتي. endosomes وهذه أجسام داخلية تأتي عن طريق ما يسمى endocytosis اللي هو الإدخال الخلوي. إذن extracellular materials ingested يعني تبلع تدخل via endocytosis enveloped in an endosome. أي مادة خارجية تدخل إلى داخل الخلية عن طريق الإندوسايتوسيس تغلف بغلاف الخلية أو غشاء الخلية فتسمى إندوسومز. Endosome is a system of the temporary vesicles which fuses with the lysosomes. هي مادة تغلف وتستقطع من غشاء الخلية على شكل حويصلات مؤقتة عادة ما تندمج وتلتهم fuses with lysosomes. إذن الإندوسومز مباشرة يلتحم معه اللي هو الليسوسوم. It is a compartment هو حجرة أو مكان of the endocytic membrane acting as وهذه الحجرة تعمل كناقل transport pathway from the plasma membrane to the lysosomes. إذن هي عبارة عن حويصلة حجرة صغيرة تحمل المواد من غشاء الخلية وتنقلها إلى الليسوسوم. Endosomes located between the plasma membrane and lysosomes. دائما أبحث عنها ما بين غشاء الخلية وبين الليسوسومات. القريب من غشاء الخلية يسمى early endosomes. العميق البعيد عن غشاء الخلية يسمى late endosomes. إذن there are two types نوعين. Early endosomes near to the cell membrane and late endosomes deeper in the cytoplasm يكون أعمق بعيد عن غشاء الخلية. When the cell engulfs عندما تبتلع الخلية solid material مادة صلبة مثل بكتيريا by phagocytosis forming a phagosomes إذن تشكل ما يسمى الجسم الابتلاعي phagosome inside the cell or forming pinocytotic physical وإذا ابتلعت مادة سائلة تشكل حويصلة للشرب الخلوي during pinocytosis. إذن هناك نوعين من الإندوسوم early وليت حسب قربه أو بعده من غشاء الخلية. Vacuoles vacuole also belong to the endomembrane system أحد أعضاء الجهاز الغشائي الداخلي. They are storage bubbles فقاعات تخزينية or pockets جيوب that store water food and waste products إما تخزن ماء أو غذاء أو
أو فضلات. Vacuoles are found in animal and plant cells, موجودة في الحيوانية والنباتية، لكنها في الحيوانية تكون صغيرة وفي النباتية تكون أحجامها كبيرة. They are much larger in the plant cell and funguses. في الخلايا النباتية والفطرية تكون كبيرة. وإحنا عرفنا أن الخلية النباتية تحتوي على ما يسمى central large vacuole. The largest organelle in the plant cell is central vacuole tonoblast. إذن هي أكبر عضية، هي الفجوة المنقبضة المركزية في الخلية النباتية. ما هي أهمية هذه الفجوة الكبيرة المركزية في النبات؟ stores ions, metabolic products, water, wastes, toxins, enzymes that can break down the macromolecules and cellular components. إذن هي تلعب دور أيضا كدور الليسوسوم، لأنها تحتوي على إنزيمات تستطيع أن تهضم الجزيئات الكبيرة ومكونات الخلية، فهي بمقام الليسوسوم، لذلك سميت تونوبلاست. In its breakdown role، وظيفة الهضمية، the plant vacuole is similar to the animal lysosome. قلنا لأنها تحتوي على إنزيمات وتستطيع ما يسمى breakdown of the macromolecules، لذلك صفتها هذه التحليلية breakdown role تشبه similar to an animal lysosome. إذن لها وظيفة تشبه الليسوسوم في الحيوان. هناك ما يسمى MTOCs اللي هو Microtubular Organizing Center، مراكز تنظيم الميكروتوبيولز. فإحنا ننظم هنا في هذه المراكز التوبيولين يونتس، وحدات التوبيولين، وتتشكل عندنا ما يسمى اللي هو الميكروتوبيولز. فهذه يسموه مراكز تخليق أو تنظيم الميكروتوبيولز. ما هي هذه المراكز؟ they include تشمل centrioles and basal body اللي هو المركزات والجسم القاعدي. centriole، من هو centriole؟ it is the primary microtubular organizing center in the animal cell، هو المركز الأولي لتخليق الميكروتوبيولز في الانيمال سيل. it gives rise basal body، يعطينا أو يشكل أو ينشأ منه الجسم القاعدي، وهو عبارة عن ماذا؟ منطقة لنشوء سيليا أند فلاجيلا. إذن الجسم القاعدي هي منطقة بروز وتشكل الأهداب والأصوات. Basal bodies هي أجسام قاعدية. Help in the polymerization of the tubulin protein subunit to form microtubules اللي هي الفيلامنتس اللي الخيوط. إذن السنتريول المركز والبيزل بادي هي مراكز لتخليق وبلمرة تحويل التوبيولين، الوحدات اللي يشوفها الآن الصغيرة، يحدث لها بلمرايزيشن وتصطف، يتشكل عندي خيط يسمى ميكروتوبيول الأنيبيب الدقيق. إذن ما هي وظيفة هذين المركزين اللي هو MTOCs؟ have two main functions. الوظيفة الأولى organization of the flagella and cilia، organization of the spindle fibers. إذن تخلق كل من وتشكل كل من أهداب سيليا، فلاجيلا أصوات، وسبندل فايبرز اللي خيوط المغزل. هذه وظيفة المركزات وجسم القاعدي. من هو المركز؟ سنتريول. ومن هو الجسم المركزي؟ سنتروسوم. سنتريولز المركزين أو المركزات small beard cylindrical structure perpendicular to each other at right angle. إذن هما عبارة عن زوج من التراكيب الأسطوانية متعامدين perpendicular to each other، كل واحد يعامد الآخر في زاوية قائمة. بينما السنتروسوم الجسم المركزي one pair of the centrioles surrounded، هذا الشرط، surrounded by amorphous mass of the protein اللي نسميه pre-centriolar material. إذن لما يحاط المركزين بغلاف وطبقة من البروتين amorphous mass of protein يسمى سنتروسوم الجسم المركزي. إذا من هو الجسم المركزي؟ هو عبارة عن سنتريولين two centrioles one pair زوج واحد من السنتريولز مغلفة بغلاف بروتيني، طبقة بروتيني تسمى
بريسنتريولر ماتيريال، المادة المغلفة للسنتريولز. Each centriole composed of 9 tribules microtubules arranged as ring or cartwheel around the central axis in 9+0 pattern of the microtubules. إذا لاحظوا السنتريول الواحد ما هو إلا 9 أزواج ثلاثية من الميكروتوبيولز تترتب على شكل حلقة أو ما يسمى كارتويل زي العجلة. إذن هذه الحلقة هي 9 أزواج ثلاثية، كل زوج هو 3 ميكروتوبيولز، بينما الوسط 0، لا يوجد أي شيء على عكس الأهداب والأصوات. لذلك يسمى هذا النمط 9+0، نمط 9+0. 9 أزواج ثلاثية يعني 27 ميكروتوبيولز. إذن قسم السنتريول المركز يتكون من 27 ميكروتوبيول. Each tribules اللي هو ABC microtubules connected to each other by fibrous structure. هذه الأزواج الثلاثية ABC ترتبط مع بعضها البعض عن طريق بروتين ليفي، fibrous protein, fibrous structure. Centriole is self-replicating organelle وهو من العضيات القابلة للتضاعف ذاتيا. Each centriole duplicate، كل واحد من هذين السنتريولين أو المركزين يتضاعف، replicate itself يضاعف نفسه، to form two centrioles، إذن واحد يضاعف نفسه والثاني يضاعف نفسه فيتكون زوج آخر جديد. daughter اللي هو الجديد، daughter new and parent or all centriole. إذن daughter new centriole زائدا parent all centriole، واحد جديد new وواحد قديم من السنتريول مع بعض. وهذه الطريقة نسميها semi conservative method، تشبه اللي هو DNA replication، semi conservative method، شريط قديم من DNA مع شريط جديد من DNA، هذه تسمى الطريقة شبه كذلك تضاعف السنتريول بنفس الطريقة اللي هي الطريقة شبه المحافظة، واحد من السنتريول جديد يلتحم مع واحد من السنتريول القديم والثاني الزوج الآخر نفس الشيء. إذن متى يتضاعف السنتريول؟ It replicates at the S subface of the interface، في مرحلة الـ S اللي هي أحد أطوار الانترفيس الطول البيني. During the mitosis أما خلال الانقسام، the centrosome or centrioles start spindle fibers formation، تبدأ بتخليق خيوط المغزل. الأهداب والأصوات cilia and flagella they are microtubular motile process، هي عبارة عن زوائد متحركة مصنوعة من الميكروتوبيولز اللي قبل شوي قلنا تصنع من السنتريولز أو البيزل بادي. إذن ما هي الأصوات وما هي الأهداب؟ ما هي إلا زوائد متحركة تركيبها الأصل هو microtubules. They are finger-like projections from the cell membrane، بروزات من غشاء الخلية تشبه الأصابع. cilia ومفردها cilium، small short multiple processes، إذن هي عبارة عن بروزات متعددة لكنها قصيرة وصغيرة. flagella ومفردها flagellum، singular long process، زائدة طويلة واحدة. إذن هنا فرق بين العدد والشكل. both cilia and flagella have the same structure which is called axonin. لو قطعنا الهدب cilium أو الصوت flagellum كلاهما له تركيب داخلي يسمى axonin اللي هو الجسم المحوري. both have a core of the microtubules or axonem invested by plasma membrane. إذن هذا الأكسونيم مغلف بالخارج أو من الخارج بالغشاء البلازمي أو غشاء الخلية. من الداخل تركيب داخل الصوت والهدب سيليوم وفلاجيلم تركيب واحد هو يسمى أكسونيم اللي هو هذا التركيب الواضح من الميكروتوبيولز أكسونيم، لكن الغلاف الخارجي في الهدب والصوت هو بلازمبر. أكسونيم في الهدب أو الصوت consist of 9 peripheral pairs doublets AB microtubules and 2 central singlets microtubule in
9 plus 2 pair of microtubules. إذن يتكون الهدب أو الصوت اللي هو الأكسونيم من التالي: 9 أزواج 9 preferred pairs، 9 أزواج محيطية، doublets ثنائية، يعني كل زوج هو AB microtubules، واثنين two central واثنين مركزيين لكن مفردين، إذا A وB مفرد في الوقت. لذلك هذا النمط في الأهداب والأصوات يسمى ترتيب الميكروتوبيولز 9 زائدا 2 على عكس السنتريول المركز 9 زائدا 0، 9 ثلاثية لكننا 9 ثنائية. إذن the 9 outer doublet pairs are connected to each other by the nixin protein. إذن هذا الزوج ثنائي وهذا الزوج الثنائي يرتبط كل زوج مع بعضهم البعض عن طريق بروتين يسمى نيكسين. من أين جاء هذا الاسم؟ من نيكست، يعني هذا الزوج يرتبط مع النيكست بير ثم مع النيكست بير ثم مع النيكست بير، وبالتالي سمي نيكسين اللي هو نيكست بروتين نيكست. فيصل الزوج بالأول بالثاني بتسعة زواج محيطية. The nine outer doublet pairs are connected with the central pairs by the radial spoke protein اللي نسميه wheels. إذن هذه الراديال سبوك تربط التسعة أزواج المحيطية البريفرال مع الزوج المفرد المركزي اللي هو السنترال، هذه نسميها راديال سبوك. راديال سبوك اللي هي زي ما الموجود في العجلة تسمى راديال سبوك أو wheels. Each outer doublet pair attached with two arms of the motor proteins. Motor proteins اللي البروتين الحركي which you call dynein. منين جاء كلمة dynein؟ من dynamic protein اللي هو البروتين الحركي اللي هو الموتور بروتينز. إذا هناك اللي هو الأوتر dynein arm وأيضا inner dynein arm اللي هو ذراع للdynein اللي هو البروتين الحركي داخلي وذراع خارجي. هذين الذراعين هما الذي يحركا الصوت والهدب، الصوت والهدب حيث يرتفع A اللي هو الميكروتوبيولز A وتهبط اللي هو الميكروتوبيولز B والعكس، إذن كل واحد عكس الآخر. أي خلل في هذا البروتين الحركي يؤدي إلى خلل في الأصوات، لا تتحرك تصير إموتايل غير متحركة، أو أن الصوت في الحيوان المنوي لا يتحرك ويصير الإنسان عقيم. إذن dynein has ATP's activity to help in the motility of the cilium or flagellum. هو الذي يلعب الدور في حركة الهدب أو الصوت. من هو؟ الداينين. لماذا؟ لأنه يحتوي ما يسمى ATP's activity للحركة اللي هي motility. إذن هذه هي بالنسبة لتركيب الصوت والهدب. داينين هذا اللي هو الذراعين الخارجي والداخلي للبروتين الحركي. داينين moves outer doublets اللي هي الأزواج التسعة A و B past each other عكس كل منهما. البي تصعد إذن الأي تنزل، والعكس الأي تصعد إذن البي تنزل، فالأي والبي تكون عكس الأخرى اللي يتحركها معاكسة للأخرى. lack of the dynein لو فقدنا هذا الداينين arms اللي ذراعي الداينين بروتين cause cartilaginous syndrome حتسبب لنا متلازمة cartilaginous syndrome وهي بمعنى immotile cilia or flagella أهداب أو أصوات غير متحركة. يعني تخيل أهداب القناة أو القصبة الهوائية غير متحركة، هذا يؤدي إلى الوفاة. الجهاز التنفسي يتأثر respiratory infections يحدث التهابات بسبب أن الأهداب لا تتحرك، أو أنه عندي immotile flagella أصوات في الحيوان المنوي غير متحركة، وهذا نسميه infertility اللي هو العقم اللي هو صوت الحيوان المنوي وهكذا. إذن هي ظاهرة خطيرة عدم حركة اللي هي الداينين arms outer and inner داينين arms. إذن هذا هو تركيب اللي هو قطاع عرضي تحت المجهر الإلكتروني للهدب وللصوت cilium and flagellum. cilia حركة الأهداب تختلف عن حركة الأصوات. cilia move more like oars زي المجاديف
with alternating power and recovery stocks. إذن قد تكون زي المجاديف عبارة عن ضربات recovery strokes اللي هي ضربة ثم يعود ضربة ثم يعود مثل المجاديف. فلاجل هاب أن undulatory movement حركة موجية أو تموجية. الأهداب تختلف عن الأصوات، الأصوات لها حركة تموجية. So they differ in their beating pattern. إذن أيضا لها فرق في أسلوب الحركة. Basal body axonema of the cilia and flagella arise from the basal body. إذن الجسم القاعدي هو منشأ الأكسونيم في الهدب وفي الصوت وفي الصوت. It arises from the centriole. ينشأ الجسم القاعدي من السنتريول ويعمل. It serves as base for the growth of the cilium and flagellum. ويعمل كما منطقة وقاعدة لنشوء الصوت والهدب. Its structure similar to the centriole اللي هو 9 plus 0 pattern. وتركيب الجسم القاعدي مشابه للسنتريول اللي هي ماذا؟ 9 أزواج ثلاثية زائد صفر في الوسط. إذن الهدب والصوت لهما تركيب 9 زائد 2، بينما البيزل بادي والسنتريول لهما تركيب 9 زائد صفر، لكن 9 هنا ثلاثية وهنا 9 ثنائية. إذن 9 زائد 2 أصوات وأهداب، 9 زائد صفر جسم قاعدي وسنتريول وسنتريول. إذن هذا مشابه للسنتريول. نتكلم عن الهيكل الخلوي. Cytoskeleton is a network of fibers اللي عبارة عن بروتين فيلامينس extending throughout the cytoplasm تمتد خلال السيتوبلازم. إذن عبارة عن شبكة من الألياف البروتينية تمتد خلال السيتوبلازم. It provides structural support to the cell تدعيم الخلية. Maintenance of the cellular morphology شكل الخلية. Cell motility عن طريق الأهداب والأصوات. Anchor organelles and movement of the organelles إما تثبيت النواة مثلا وتحريك العضيات الأخرى زي الكروموسومز والميتوكوندريا من مكان إلى آخر. Use in the cell division أيضا تستخدم فيه كخيوط مغزل لسحب الكروموسومات. وحلقة تخصرية contracting ring من الأكتين تعمل على شطر الخلية الأم إلى خليتين خلال السيتوكينيسيز اللي هو الكليفج التفلج. أيضا use in the muscle contraction اللي هو أكتين and myosin تعمل دور في عملية انبساط وتقلص العضلات. كم نوع من هذه الألياف في السيتوسكيلتون؟ السيتوسكيلتون consists of three types of fibers. Microtubules وهي الأسمك thick about 25 nanometers. Intermediate middle size يعني حجمها وسط 10 nanometers. Microfilaments اللي هي thinnest الأرق والأنحف about 7 to 8 nanometers. إذن هناك ثلاثة أنواع من الألياف thin, middle and thick اللي هي microtubules, intermediate و microfilaments أو ما يسمى أكتين microfilaments. إذن هناك ما يسمى الأكتين filaments وأيضا عندي ما يسمى microtubules للأسمك الأسمك. إذن هناك الرفيع وهناك السميك في سيتوبلازم الخلية. لو نسوي جدول ملخص لهذه الثلاث الأنواع. microtubules وهي الأسمك thick حوالي 25 nanometers. Intermediate الوسط middle 10 nanometer. Microfilaments أو أكتين microfilaments اللي thin about 7 to 8 nanometer. من ماذا يتكون الميكروتوبيولز؟ من وحدات من البروتين يسمى tubulin بروتين، بينما الأكتين هو مكون أساسي للميكروفيلامينز أكتين بروتين. فايبرس بروتينز هو المكون الأساسي للإنترميديت. ما هي وظيفة الميكروتوبيولز؟ تدعيم شكل الخلية cell shape. Transport of the organelles physicals حركة الحويصلات والعضيات داخل الخلية. Motility of the cell حركة الأهداب والأصوات. Separation of the chromosomes فصل وعزل الكروموسومات. During anaphase of the cell division الطور الانفصالي من
انقسام الخلية. فايبرس بروتينز اللي هي وظيفتها في الخلايا العصبية قد تلعب دور وتسبب أيضا كوزيز الزهايمر ديزيز، أي خلل في هذه الألياف الوسطية، وهي على عدة أنواع: كيراتين في in the epithelium في الخلايا الطلائية، فيمنتين اللي هو موجود في الميزنكيمال سيلز، ديسمين اللي هو أيضا بروتين في السموث مصل، وزيد لاين اللي هو الخط الزجزاج في الساركومير، جيليال فيلامنتس في الأستروساتس اللي الخلايا الدبقية النجمية، نيوروفيلامنتس في الخلية العصبية. إذن هناك عدة أنواع من هذه الانترميديت فيلامنتس: كيراتينز، فيمنتين، ديسمين، وجيليال فيلامنتس ونيوروفيلامنتس. الأكتين قلنا هيلب إن ذا موفمينج سيتوبلازميك كومبوننتس اللي هي سيتوبلازميك ستريمينج يلعب دور فيها، هيلب إن ذا كليفج أوف ذا ميتوتيك أنيمال سيل اللي قلنا التفلج عن طريق ما يسمى contracting ring خلال ماذا؟ during cytokinesis، support the microvilli يدعم الخملات الدقيقة in the small intestine، help in the muscle contraction and muscle relaxation انبساط وتقلص العضلات. تلعب الميكروتوبيولز على شكل اللي قضبان حديدية tracks تنزلق عليها العضيات من مكان إلى آخر باستخدام الموتور بروتين والـ ATP الطاقة. إذا microtubules functions as tracks تعمل كقضبان حديدية، سكك حديدية that guide motor proteins بمساعدة البروتين الحركي carrying organelles to their destination. إذا تنقل العضيات من محطة إلى أخرى. They move chromosomes كمثال حركة الكروموسومات during cell division خلال انقسام الخلية. آخر شيء نتكلم عنها الأجسام الاشتمالية، يعني ليست مكونات أساسية في سيتوبلازم الخلية، وإنما قد تشتمل عليها الخلية أو لا، لذلك سميت انكلوجينز، يعني قد تشتمل عليها أو لا تشتمل عليها، قد تحتويها الخلية أو لا، فهي عبارة عن تراكيب مؤقتة قد تظهر أو لا تظهر خلال فترات حياة الخلية. Inclusions bodies are metabolic products هي نواتج أيضية of the cell located in the cytoplasm and rarely in the nucleus توجد في سيتوبلازم الخلية ونادرا ما توجد داخل النواة. Inclusions are صفاتها ما هي temporary non-living non-moving substances مواد غير متحركة مواد غير حية مؤقتة في الخلية. They are appearing or disappearing at the different periods of the cell life. حسب فترات حياة الخلية قد تظهر أو لا تظهر في فترة من فترات حياة الخلية. They are not possessing metabolic activity. هي نواتج أيضية لذلك لا تدخل في النشاط الأيضي. They are not bounded by membrane وليست محاطة بأغشية. إذن هي مواد مخزنة داخل السيتوبلازم ومبعثرة دون غلاف أو غشاء. ما هي هذه المواد؟ Cytoplasmic inclusions include تشمل stored foods أغذية مخزنة، pigments اللي هي صبغات وهي عبارة عن نوعين endogenous pigments صبغات داخلية، endogenous pigments وصبغات خارجية تأتي من خارج جسم الإنسان، and crystals أنا ثلاثة عفوا ليس واحد ثلاثة crystals اللي هي البلورات. إذن ما هي المواد المخزنة في الخلية؟ جلايكوجين اللي هو مادة كربوهيدراتي كربوهيدريت in the liver and muscle cell في الخلية العضلية والخلية الكبدية، أو تكون مخزنة على شكل دهون اللي هي lipid droplets or fats in the liver أو داخل adipocytes. إذن هذه هي مواد غذائية مخزنة. بيجمنتس قلنا هناك نوعين، إما إندوجينس وتشمل هيموغلوبين الذي يتحول إلى هيموسيدرين ومايوغلوبين وبيليفيردين وبيليروبين، هذه كلها صبغات داخلية. هيموسيدرين أيضا صبغة ناتجة من الدم من الهيموغلوبين. ميلانين
هو صبغة موجودة في الجلد وفي العين، إذن هذه الصبغات، وفي الشعر ميلانين. ليبوفيوزين ليبوكروم in the nerve cell، قلنا تراكم الأجسام المتبقية residual bodies تشكل ما يسمى large aggregates تجمعات كبيرة، هي الصبغات، صبغات بنية صفراء بنية داخل الخلايا العصبية، وهذه نسميها ليبوفيوزين، يعني لها علاقة بالدهون، وأيضا اللي هو ليبوفيوزين اللي هي المادة البرتقالية أو الصفراء. هناك صبغات خارجية تأتي مع الطعام زي الكاروتين اللي صبغة الجزر الكاروتين، والكاربون بارتيكلز اللي هي الدخان أو القطران أو الحبيبات حبيبات الكاربون، وهذه نسميها أنثراكوسيز اللي هي deposition of the carbon particles in the lungs. إذن إما تكون صبغة الجزر البرتقالية الصفراء، كاروتين color of the fat cells تتصبغ فيها الخلايا الدهنية، وأيضا الجلد skin come from the carrots تأتي هذه الصبغة من اللي هي الجزر. carbon particles in the lung come from the tobacco smoke من الدخان من التبغ، وهذه قلنا نسميها هذه العملية تراكم الكاروتين نسميها بعد شوية كاروتينوسيز. كاروتينوسيز أو كاروتينوديرما أو كاروتينوديرميا اللي هي كاروتينوسيز اللي هي عملية تصبغ الجلد أو الدم أو الخلايا الدهنية اللي هو السيرم أوف ذا بلاد أو سكين أو الجلد نفسه عن طريق الكاروتين، الكاروتين اللي هي الصبغة، فتسمى المرض أو يسمى الحالة كاروتينوسيز. إذن كاروتينوسيز is the presence of the carotene pigment، هي عبارة عن حالة تدل على وجود صبغة الكاروتين in the serum of the blood from the excessive intake of the carrots resulting in increase carotenoids، يعني بسبب الأكل excessive intake أكل الجزر وتناول الجزر بكميات كبيرة ولفترات طويلة تتراكم صبغة الكاروتين اللي هي الكاروتينويدز أجسام صفراء أو أجسام الكاروتين تتراكم في serum of the blood. It is reversible condition، حالة رجعية يستطيع الجسم التخلص منها. إذن كاروتينوسيز اللي هي حالة ماذا؟ كاروتينوسيز is the presence of the carotene pigment in the serum of the blood from the excessive intake of the carrots resulting in the increased carotenoid. It is reversible condition، حالة قابلة للعودة، بعد ما نتوقف عن الأكل تعود اللي هي لون الدم ولون الجلد إلى الطبيعة. Carotene pigments can color the fats، تصبغ الدهون in the cell because carotene is lipid soluble pigment، إذن هذه الكاروتينويدز قابلة للذوبان في الدهون لذلك تلتصق مع الخلايا الدهنية. An excessive intake of the carrots might cause marked orange discoloration of the skin، هذا الأكل الشديد المبالغ فيه من الكاروتس يؤدي إلى تصبغ discoloration of the skin اللي هي الأورنج باللون البرتقال. آخر شيء نقول anthracosis اللي هي black lung disease تصبغ الرئتين باللون الأسود. Anthracosis is the term مصطلح used to the describe the black lung disease. Black lung disease اللي هي صبغة الرئة السوداء. The lung parenchyma is black in the color due to the accumulation of the carbon pigment، بسبب تراكم جزيئات الكربون صبغة الكربون في نسيج الرئة يسبب لنا ما يسمى black lung disease أو نسميها anthracosis. anthracosis وهذه مثال عليها، مثال عليها اللي هو التراكم في داخل الليمف نودز العقد الليمفاوية برونكيال ليمف نودز وأيضا العقد اللي داخل الشعيبات due to repeated exposure to the coal dust بسبب التعرض المستمر والمتكرر لغبار اللي هو الفحم أو المتطاير من الفحم smoke inhalation استنشاق اللي هو الدخان and air pollution اللي هو تلوث الهواء. This disorder occurs in the coal workers
منتشرة بين عمال الفحم من أجل الفحم and heavy smokers والمدخنين والمدخنين. إذا هذه حالات لتراكم الكاروتين وتراكم اللي هو الكربون بارتيكلز. إذا هذه سيتوبلازم انكلوجنز قد تكون على شكل مواد مخزنة جلايكوجين أو فاتس داخل الخلايا الدهنية والخلايا الكبدية والعضلات الجلايكوجين، أو تكون صبغات داخلية اندوجينس زي الهيموسيدرين في الكبد والطحال، أو تكون كريستالز بلورات داخل بعض الخلايا زي هنا كريستالز in the Leydig cell، أو تكون لايبوفيوزين ميلانين اللي هي صبغات أيضا داخلية لايبوفيوزين في الخلية العصبية، وأيضا قلنا الميلانين في خلايا الكبد في خلايا الجلد وأيضا في العين والشعر إلى آخره. إذن هذه بالنسبة لمحاضرة السيتوبلازم. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.